خليني العب معاك كام لعبه كده قبل ما نسيب الاسئله يعني الجد. بس هسالك كام سؤال عن مين احسن مهاجم بتشوفه في مصر حاليا؟ أحسن مهاجم في مصر حاليا بره الأهلي والزمالك، او في الاهلي والزمالك براحتك. أنا شايف مابولولو. مابولولو. مين احسن لعيب في مصر عموما؟ زيزو. زيزو. ليه بسمع دايما اختيارات اللعيبه اللي بتبقى معايا او المدربين زيزو؟ انت بتصنفه ليه كافضل لاعب؟ بصنفه ليك أفضل لاعب، إمكانياته بتقول كده وأرقامه بتقول كده، وهو لعيب كويس جدا ومجتهد، لعيب قدوة، اللعيبة الصغيرة تاخده قدوة. أنا شايفه كده، شايفه إن هو حتى في بعض الأوقات لما الزمالك ما يبقاش فايق قوي، لا هو بيبقى فارق وباين، مظبوط. لعيب بالنسبة لي بروفيشنال يعني. طيب نلعب. ماشي. هديك صفة، هقول لك صفة وانت قول لي مين اكتر لعيب، اول لعيب جه في بالك لما قلت انا الصفة دي، سواء بقى لعبت معاه، سواء قديم سواء جديد لسه موجود. تمام. القيادة. حسام غالي. حسام غالي. ضربات الرأس. حسام حسن. حسام حسن. الإبداع. حازم امام كبير. التوقع والمساحات. التوقع والمساحات. حسني عبد ربه. حسني عبد ربه. اللياقة البدنية. لياقة بدنية. طارق حامد. طارق حامد. بنتمنى له التوفيق ان طبعا. شاء الله يروح ضمك السعودي. المرونة. زيدان. زيدان بتاعنا. اوكي. التدخلات. تدخلات والجمعة. وائل الجمعة. السرعة. السرعة. زيزو. زيزو. رجل يمين. رجل يمين قوية. تقول أبو رجل الدهب. يمين ابو الذهب قوي. رجل شمال. 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 محمد عبد الواحد. محمد عبد الواحد. مدرب البنك الاهلي حاليا. كان عليه رجل برضو كابتن محمد عبد الواحد. فعلا انت زملكاوي ولا ايه؟ انا ناشئين زمالك. ناشئين زمالك انا عارف، وده انتمائك. مرحلتك وانت في الزمالك لما كنت صغير، كنت اكيد بتبص ان انا في يوم من الايام هبقى لعيب في الفريق الاول. ايه ذكرياتك معاها الفترة دي؟ انا كنت في ناشئين الزمالك، كان الفريق الاول كله نجوم، حسام حسن، ابراهيم حسن، كابتن حازم امام، كابتن طارق السيد، طارق السعيد، ابراهيم سعيد، صح. جمال حمزه، عبد الحليم علي. كان ده 2006. 2006. اه من 2004 ل 2006 2007 ايوه كانوا، كان هم كانت هي دي صح الفرقه الموجوده في صح نادي الزمالك، فطبعا كنت بتمنى ان انا ابقى موجود معاهم يعني. ايه اللحظة اللي فيها مشيت من الزمالك؟ لا هو لما مشيت من الزمالك كان اختلاف الاعمار، كان دايما المواليد الزوجيه بتمشي، صح. كان لازم تطلع يا مواليد تطلع فريق فرديه اول يا تمشي. او تطلع سن فردي. ايوه. فوقتها مشيت، رحت طنطا، فضلت ما لعبت في طنطا في الناشئين سنه، وبعد كده طلعت الفريق الاول، لعبت معاهم حوالي 7 سنين، وبعدين صعدت معاهم للدوري الممتاز. بعد صعودي للدوري الممتاز 2016 رحت الاتحاد. رحت للاتحاد. مين احسن مدير فني اتمرنت تحت قيادته؟ في كتير يعني، في كذا حد، كذا حد. اختار اسماء وقول لي ليه بتختارهم. يعني انت فعلا اتمرنت مع مدربين كتير في مختلف الانديه اللي لعبت فيها، ما بين كبار وشباب واجانب يعني. بص انا هقول لك المدربين اللي انا كنت باين معاهم، كنت لامع معاهم قوي. يعني كابتن خالد عيد انا كنت ماشي معاه كويس جدا. بابا فاسيليو طبعا. كابتن مختار. مختار في الاتحاد. دي الاسماء اللي انا كنت ماشي معاها كويس جدا. مشيك معاهم كويس ده بيكون ليه علاقه بطريقه تعاملهم معاك، ولا احمد الشيخ ما بيفرقش معاه طريقه التعامل؟ انا كده كده لا في الملعب خالص زي ما بتقول. خالص، انا ما بيفرقش معايا يعني، ما بيفرقش معايا المدرب يعني بيحب الشخص ده وما بيحبش الشخص ده. انا اللي انا شايفه ان ما فيش مدرب هيظلم لعيب طول ما هو بيتمرن كويس ايوه وهو بيأدي كويس.
اكيد دي مصلحه المدرب برضو، مصلحه مظبوط. المدرب ان هو عايز اللعيب بتاعه يبقى كويس عشان نكسب، عشان الفرقه تبقى كويسه، فما فيش مدرب اكيد هيتمنى يقعد لعيب يكسبه. كابتن احمد، قبل الختام في اي كلمه تحب تقولها، رساله تحب توجهها، سواء عن الرياضه او بره الرياضه يعني؟ في الرياضه بعتذر لجمهور الاتحاد تاني من خلالك، بتمنى لهم كل التوفيق، بتمنى ان هم ان شاء الله الموسم الجاي يكونوا موجودين في الدوري الممتاز باذن الله. ان شاء الله. وبجد انا والله العظيم من احسن 3 سنين في حياتي في غزل المحله. بره الكوره بتمنى الشفاء طبعا لوالدتي الاول، ربنا يديها الصحه يا والعافيه رب باذن ان شاء الله الله، وكل مرضانا. وبشكر زوجتي وربنا يخلي لي بناتي. ربنا يخليهم لك ويفرحك بيهم.